انا عايز اقول لكم ان الاهلي ان سان داونز تعادل مع الاهلي 2-2. محمد هاني اهدر بنالتي ركله جزاء، وكده الاهلي موقفه صعب في المجموعه. لا إله يعني إلا سان داونز الاول، يجي وراه الهلال. الاهلي معاه نقطه واحده والقطن معهوش نقط. الاهلي تعادل 2-2 مع سان داونز. فاصل ونرجع.